أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء. لا شك أن معالجات كوالكوم الأمريكية هي واحدة من أفضل الشرائح وأكثرها شعبية لدى معظم مستخدمي الهواتف الذكية. وكالمعتاد أعلنت كوالكوم عن أقوى معالج لها في الفئة الرائدة لهذا العام وأطلقت عليه اسم سناب دراجون 8 إليت لتوجهه مباشرة للعمل مع الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد. ووضحت كوالكوم أن هذه الشريحة ستقدم زيادة في الأداء عن الجيل السابق بما يعادل 40%، وهذا على مستوى أنمية السي بي والجي بي يو وأيضا باقي الوحدات العاملة في هذه الشريحة. لكن هنا لابد لنا من الوقوف قليلا وطرح بعض الأسئلة. أولها، لماذا كوالكوم لم تطلق اسم سناب دراجون 8 جين 4 على هذه الشريحة بدلا من أن تسميها سناب دراجون 8 إليت؟ وثانيا، كيف حصلت هذه الشريحة على ما يقارب 3 ملايين نقطة على أشهر منصات الاختبار، علما أن هذه النتيجة لم يسبق رؤيتها في المعالجات الأخرى؟ ثالثا، هل كسر رقم السلسلة السابقة واستبدالها باسم يتبع سلسلة الشرائح الموجهة للعمل مع الحواسيب يدل على نقلة نوعية في الأداء وترقية كبيرة عن الجيل السابق؟ كل هذه الاستفسارات سنجيب عليها في حلقة اليوم، وسنسلط الضوء على جميع الجوانب والتطورات التي جاءت فيها شريحة سناب دراجون 8 إليت الجديدة. وقبل البداية أذكركم بلايك واشتراك في القناة، وبسم الله نبدأ. في البداية لابد من توضيح ما قامت به شركة كوالكوم في معالجها الجديد سناب دراجون 8 إليت. فهي ولأول مرة قررت الخروج عن بنية ARM المعتادة في تصميم هيكلية وتوزيع الأنوية الخاصة بوحدة المعالجة المركزية أو ما يسمى بالCPU، وقامت بتطوير أنويتها ذاتيا بما يناسب تطلعاتها وأهدافها، وتخلت عن أنوية كورتكس وصممت بدلا عنها أنوية من نوع أوريان، حيث وصل التردد الأقصى في هذه الأنوية إلى 4.3 جيجاهرتز، وهو أعلى تردد وصلت له أنوية CPU لغاية وقتنا الحالي. ووحدة المعالجة المركزية هنا أخذت شكلا جديدا في التصميم، حيث قامت كوالكوم بدعم أنوية أوريون L بذاكرة كاش ضخمة جدا بحجم 12 ميجا بايت، وكذلك الأمر أيضا زودت أنوية أوريون M بذاكرة كاش 12 ميجا بايت في المستوى الثاني، وهذه البنية تشبه ذاكرة التخزين المؤقت في سلسلة شرائح بايونيك A من شركة أبل، حيث تم التنازل عن ذاكرة الكاش L3 الموجودة في تصميم ARM لهذا العام، وتم استبدالها بذاكرة كاش ضخمة من نوع L2، بالتالي سينعكس هذا إيجابا على قدرة الأنوية على استرداد البيانات اللازمة بسرعة أكبر وبحرية أكبر، وهذا بسبب الحجم الكبير الذي تدعمه هذه الذاكرة المؤقتة. وتم دمج ذاكرة تخزين مؤقت إضافية من نوع SLC بسعة 8 ميجا بايت، يمكن لجميع وحدات المعالجة المركزية استدعائها والاستفادة من بياناتها المؤقتة سواء على مستوى أنوية CPU والGPU والMPU وجميع الوحدات. وهذه التغييرات التي قامت بها شركة كوالكوم قدمت نتائج مميزة عند اختبارها وتحليل نتائجها. فعند اختبار أنوية أوريان الجديدة على منصة جيك بنش ظهرت النتائج التالية: على مستوى النواة الواحدة أو السنجل كور حققت نواة أوريان L على 3242 نقطة، وهذه النتيجة قريبة جدا من نواة بايونيك A18 برو. والمعروف في الاختبارات في كل عام أن التفوق دائما على مستوى أنوية CPU يكون لصالح معالجات بايونيك، ومن الجيد أن شريحة سناب دراجون 8 إليت هذا العام قدمت نتيجة قريبة جدا في اختبار النواة الواحدة لدى بايونيك A18 برو. ولو عدنا قليلا لاختبارات العام الماضي بين معالجي سناب دراجون 8 جين 3 وبايونيك A17 برو، نجد أن اختبار النواة الواحدة كان لصالح معالج بايونيك A17 برو وبفارق كبير جدا عن شريحة سناب دراجون 8 جين 3. والأبرز والأهم أن سناب دراجون 8 إليت مع أنوية أوريان الجديدة قدمت نتائج أفضل على مستوى الأنوية المتعددة مقارنة بأنوية A18 برو ودايمنستي 9400 من ميديا تيك، وهذا حقا يعتبر قفزة نوعية مقارنة بالأجيال السابقة لدى كوالكوم. ولكن مع هذه النتائج العالية التي حققتها شريحة سناب دراجون 8 إليت، هل كانت قادرة على تحقيق معادلة كفاءة الطاقة؟ أم أنها كانت تعاني من الاستهلاك والصرف الكبير؟ هذا ما سيوضحه لنا هذا المنحنى الخاص باختبار كفاءة الطاقة الذي تم العمل عليه من قبل المتخصصين، حيث يمكن القول أنه في اختبار الأنوية المتعددة على منصة الجيك بنش أظهر منحنى سناب دراجون 8 إليت نتائج جيدة ومتفوقة على أحدث معالج لدى ميديا تيك دايمنستي 9400 سواء على مستوى التردد المتوسط والتردد العالي أيضا، وتفوقت 8 إليت أيضا على A18 برو بفارق صغير. وفي الترددات المنخفضة لعمل الأنوية قدمت جميع هذه الشرائح نفس المستوى في كفاءة الطاقة. أما عند المقارنة بشريحة العام الماضي سناب دراجون 8 جين 3 فنجد تطور كبير على مستوى الأداء وكفاءة الطاقة معا. فهنا احتاجت شريحة سناب دراجون 8 إليت للحصول على 10000 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة إلى 15 واط من الطاقة وحوالي 10 واط للوصول إلى 9000 نقطة. وإذا قارناها بشريحة سناب دراجون 8 جين 3 السابقة نجد تحسن كبير في استهلاك الطاقة، فهنا احتاج سناب دراجون 8 جين 3 إلى 11 واط للوصول إلى 7000 نقطة، بينما حصل 8 إليت على نفس النتيجة باستهلاك 6 واط فقط، يعني أنه استهلك نصف الطاقة مقارنة بمعالج سناب دراجون 8 جين 3 للوصول إلى نفس هذه النتيجة، وهو أفضل حتى من دايمنستي 9400 في استهلاك الطاقة عند اختبار الأنوية المتعددة للCPU.
وساعد في الوصول إلى هذه النتيجة هو معمارية الصنع أو تكنولوجيا الصنع التي جاءت فيها شريحة سناب دراجون 8 إليت، وهي بدقة 3 نانومتر من تصنيع شركة TSMC التايوانية. وهذه المعمارية عكست تطورها مباشرة على تحسين الأداء العام للأنوية، وبنفس الوقت خفض استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ. ولكن ما الجديد الذي قدمته كوالكوم في شريحة سناب دراجون 8 إليت على مستوى كرت العرض أو معالج رسوميات GPU؟ هنا يمكن القول أن كوالكوم لم تكتفي بإصدار بنية CPU جديدة في أنوية أوريان، بل قامت أيضا بتعديل بطاقة الرسوميات وإنشاء بنية جديدة كليا أطلقت عليها اسم أدرينو 830 بتردد أقصى يصل إلى 1100 ميجاهرتز. وتم تقسيم وحدة الجي بي يو إلى مجموعات تضم 3 شرائح، كل شريحة مجهزة بذاكرة تخزين مؤقت بحجم 4 ميجا بايت، يعني أن إجمالي الذاكرة المؤقتة في معالج الرسوميات تبلغ 12 ميجا بايت. وهذا يدل على اهتمام كوالكوم الكبير بتقديم أفضل وأقوى أداء رسومي ينافس أقوى معالجات الهواتف الذكية. ولأول مرة يتم إدخال ميزة نانايت بالكامل للعمل على تحسين التفاصيل المرئية وزيادة كفاءة العرض. وعند اختبار المعالج الرسومي في سناب دراجون 8 إليت على منصة 3D Mark قدم نتائج أفضل بما يعادل 30% زيادة في الأداء وبنفس استهلاك الطاقة، وهذا مقارنة بالجيل السابق سناب دراجون 8 جين 3. وفي اختبار المعالج الرسومي الموجود في سناب دراجون 8 إليت قدم معدل 120 إطار في الثانية في لعبة ببجي موبايل و60 فريم بالثانية للعبة وار ثيندر. وتم قياس مدى ثبات واستقرار معدل الإطارات عند اللعب لمدة 30 دقيقة بوضع 60 أو 120 فريم في لعبة جينشن إمباكت، والتي تتطلب موارد كبيرة من الهاتف، حيث أظهر معالج سناب دراجون 8 إليت استقرار وثبات ممتاز دون هبوط كبير في معدل الإطارات، وأظهر أيضا استهلاك منخفض للطاقة، حيث أن الحرارة بعد هذين الاختبارين لم تتجاوز 42 درجة مئوية، وهذا مؤشر هام على مدى جودة بناء شريحة هذا المعالج وكفاءته في استهلاك الطاقة مقارنة بباقي المعالجات المنافسة في هذا العام. وبالمقابل فيما يتعلق بالتطورات التي جاءت فيها شريحة سناب دراجون 8 إليت، هي أن وحدة المعالجة العصبية هيكساجين تقدم أداء أفضل بنسبة 45% بما يخص سرعة معالجة البيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وهذا مع تحسين في كفاءة الطاقة. وحتى أن وحدة ISP المخصصة للصور والفيديو تم تحديثها عن الجيل السابق لتقدم أفضل أداء في معالجة الألوان والتركيز التلقائي، مع إضافة جديدة ومميزة وهي أداة ممحاة الكائن على الفيديو، بعد أن كانت هذه الخاصية تقتصر فقط على الصور الثابتة. وبإمكان شريحة سناب دراجون 8 إليت دعم كاميرا تصل دقتها إلى 320 ميجا بكسل وفيديو 8K مع 60 فريم في الثانية. وعلى مستوى شبكات الاتصال تم تزويد شريحة سناب دراجون 8 إليت بمودم يعتبر الأحدث والأقوى، وهو سناب دراجون X80، يوفر سرعات تنزيل تصل إلى 10 جيجا بايت في الثانية وسرعات تحميل تصل إلى 3.5 جيجا بايت، مع دعم لإصدار Wi-Fi 7 وبلوتوث 5.4. ودعمت كوالكوم هذا المودم بشريحة خاصة بدقة 6 نانومتر تسمى Fast Connect 7900، وهذا من أجل الوصول إلى أفضل حالة من جودة واستقرار الاتصال على أي هاتف سيعمل معه هذا المعالج. وسيعمل معالج سناب دراجون 8 إليت مع هاتف شاومي 15 برو وفيفو ايكو 13 وون بلاس 13، إضافة إلى أونر ماجيك 7 برو وريلمي جي تي 7 برو، والمتوقع أن يأتي جالكسي S25 ألترا بهذا المعالج أيضا. أخيرا، ما رأيكم في هذه الشريحة الجديدة من كوالكوم؟ وهل فعلا قرارها باتخاذ بنية جديدة لها في هذا المعالج سيشعل سوق المنافسة أكثر؟ أنتظر رأيكم في التعليقات، مع الشكر على وصولكم معي لنهاية الفيديو، وذكركم بلايك واشتراك بالقناة، ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.